وكل هذه المستويات من العبادة مشروطة بشروط، منها أن تكون خالصة لله لا شريك فيها، والعياذ بالله، فإن الله يغفر لكل شيء إلا أن يشرك به، وقد يعم ذلك الشرك الظاهري والمعنوي، وهي أن تكون عبادتك ليست خالصة لله عز وجل بل لأمور أخرى دنيوية بطبيعة الحال، وأن لا يكون فيها الرياء، وهو أن تكون عبادتك ليست لله بل ليراك الناس، أي بمعنى آخر أما أن تعطي الأهمية لله فقط وهو الإخلاص، وأما تعطي الأهمية لله ولغيره فهو الرياء، أو الأهمية فقط لغيره لغير الله فهذا أمر وأدهى. فكن في عباداتك مخلصا لله عز وجل، تكن متكاملا في المجتمع وفي نفسك وأمام ربك. وعموما فإن من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، وإن مخافة الله رأس كل حكمة، فإن كنت مهابا وحكيما فأمكنك الخوف بالأمور الاجتماعية مطلقا، ومخافة الله لا تأتي إلا من الإخلاص له، وقد ورد: من جاع بطنه وكف لسانه آتيته الحكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ولم يرد من أوتي منصبا أو جاها أو